عديد من رجال الأمن تعرضوا للتهديد أثناء تأدية واجباتهم من قبل بعض العشائر، وذلك لمنعهم من تنفيذ مهامهم بصورة طبيعية. ابقوا لنا حتى نشوف آراء المواطنين بموضوعنا لهذا اليوم. رأيك بموضوع تدخل بعض العشائر برجال الأمن ومنعهم من تنفيذ مهامهم بصورة صحيحة؟ يعني اعتقد انه هذا الموضوع انه مال بعض العشائر، مو هي قلتي بعض العشائر، مو كل العشائر، هاي بعض العشائر اللي قاعد تحارب او مثلا تمنع الدوله من تنفيذ القانون على المطلوبين والمجرمين اللي موجودين. دول شيوخ تالي وقت، دول اللي صعدوا على اخر شيء اللي هم الشيوخ اللي راح اشترى له صايه وعبايه واشترى له شطفه ب 50,000 دينار، وصار عنده كم فلس بناء له مضيف وحط له كم واحد في 300 200 واحد دار مدايره من ذول اللي يحبون الاكل، وصار شيخ عشيره وشيخ كبير. بس يجي للواقع، الشيخ الحقيقي هو اللي 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 ضد اي واحد مجرم او 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 مثلا سارق او مثلا منتهك حرمات الناس والمواطنين. هذا الشيخ الحقيقي، الشيخ الحقيقي اللي هو يثبت نفسه انه يقول اكو سناين بالعشائر، انه السارق ما يقفون ويا العشيره، انه الزاني ما يقفون ويا العشيره، انه اللي يبيع مخدرات واللي يشتري مخدرات واللي يستخدم مخدرات ما توقف ويا العشيره، القاتل الا اذا كان دفاعا عن النفس العشيره تسنده وتعينه. شنو اللي يدفع بعض العشائر التدخل بمهام رجال الامن؟ يعني اعتقد انه هذول بعض الشيوخ يريدون يثبتون نفسهم ان هم شيوخ وعندهم سلطه، وعندهم شلون اقول قوه انه يقدرون يحطون راسهم براس الدوله، وهذا خطا، اكبر خطا هذا. ليش؟ لان احنا هسه بالنسبه لنا احنا لازم ما يكون قانوننا قانون غاب. احنا اذا شيخ العشيره يجي يدافع عني وانا رجل مذنب من ساسي راسي، بس مجرد انه انا استندت بالشيخ، حتى الشيخ يقول لك اجوا عليه قالوا له هذا بنا شلون تنطيه، لولا دوله 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 فاسده دوله، ما له علاقه القانون، ما له علاقه دوله فاسده دوله مفاسده دوله زينه دوله مو زينه. ابنك مذنب او واحد من رعيتك مذنب، انت مو لازم تسنده، انت لازم بيدك تلزمه سلمه للدوله، تسويه عبره للجميع في سبيل انه حتى تكون القانون حقيقي واقع للكل. طبعا انا ضد اي تدخل في شؤون رجال الامن مهما كانوا، سواء المرور او غير المرور، لكن للاسف لو هنالك قانون صارم بحق هؤلاء الذين يتدخلون في شؤون رجال الامن لكان لما هذه الاعتداءات اصبحت، وخاصه اخيره عند رجال المرور. يعني هذا ما يصير، سواء اذا عشائر واذا كيان سياسيه، هذا ما يصير. هذا الرجال دي واجبه، انت ليش تدخل التهديد هذا وبعدين يجي بعدين يطلع؟ وكثير من الناس يعني هم اعتدوا على رجال الامن ومن طلعوهم، يعني السياسيين والعشائر، هاي ما ترهم. احنا نريد قانون صارم، قانون حازم، يعني يوقفهم عن حسهم، لانه هذا ما ترهم، هاي يعني ما يقدر بزاويه. احنا نريد من رئيس الحكومه ان يصدر قانون انه اي واحد يعتدي على رجال الامن مهما كان اثناء تأدية واجبه يعاقبه، وما يسمح لاي واحد دخل اذا كان عشائري او اذا كان مرتبط باحزاب سياسيه. طيب برايك من القوى تشوف بالوقت الحالي، العشائر من القانون؟ طبعا العشائر، القوى العشائر، لان قلت لك انا ضعف القانون، لان هسه العشائر هي الدقات العشائرية، سلاحهم اقوى من سلاح الدوله، هاي ما ترهام. ولا وجود لدوله حقيقيه وقانون حقيقي يعني يوقفهم عند حدهم. تهديد الدقات العشائريه وتهديد للاهل. فالدوله الدوله ما ترد، ماكو رادع، لو اكو رادع لهم ما يسوون هيك. لو اكو دوله قويه وحقيقيه وقانون يشرعون قانون يوقفهم عند حدهم كان ما صار هيك. طيب لمن القوه بالوقت الحالي، العشائر ام القانون؟ لا القانون، العشائر لا وجود للقانون، لان ابو العشيره حلوي القانون، يعطي فلوسه حلوي، صار ابتزاز. يعني الله يكون بعون العراقيين كلهم، المواطن الفقير هسه معدم.